السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوة حليمة قحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا فقاس اقتصادي جدا، وكيجي رائع لا في المنظر ولا حتى في المذاق، كيجي هشيش وكيدوب في الفم. طريقته سهلة وبسيطة، وكنعتذر على الغياب ديالي لظروف صحية، وكذلك كنهنئكم بالعيد ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، ونمشيو للمقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كيف كتلاحظوا أمامكم بساط، ويعني كيف كتشوفوا يعني مقادير سهلين. عندي 4 معالق ديال الزنجلان المحمر، معلقة ديال النافع، عندي كاس ديال السكر، عندي كاس الزيت، عندي 2 بيضات، عندي 500 غرام ديال الدقيق، ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وساشي ديال زهرة البرتقال، ورشة من الملح. كناخد قصرية هكا صغيرة ولا شي إناء، كنوضع فيه البيض، يعني 2 بيضات. كيف سبق لي ذكرت مقادير بساط، وبامكانكم تضاعفوا الكميه. انا ضفت كاس ديال السكر، غادي نمزج الكل مزيان يعني حتى كيتخلطوا مع بعضهم بهذه الطريقه. وغادي نضيف الزيت، كاس ديال الزيت، وكذلك غادي نمزجهم مع بعضهم مزيان. ومن بعد غادي نضيف الزنجلان اللي سبق لنا حمرناه، 4 المعالق ديال الزنجلان. يمكنكم ديروا اللوز الا بغيتوا ديروا اللوز، يعني ديروا 1 كاس اللوز كتفزقوه في الماء يعني واحد الساعه ولا ساعتين، غير باش يكون فيه ديك الرطوبه وتضيفوه. هنا ضفت ملعقه كبيره ديال النافع، انا خليت هذا النافع حب باش يعطيني يعني النكهه ديالو ويجي غزال. هنا ضفت ساشي ديال زهره البرتقال، بامكانكم ديروا ماء الزهر ولا لافاني، ورشه من الملح. غادي نحاول نخلط الكل مزيان، وغادي نضيف من بعد الدقيق اللي ضفت عليه ملعقه ديال خميره الحلويات، وبامكانكم ايضا تضيفوا يعني ساشي ديال 8 غرام. غادي نبدا نضيف الدقيق غير يعني شيئا فشيئا، ما غنضيفش الكميه كلها، غادي نجمع غير برؤوس الاصابع، يعني ما نحتاجش يعني ندلكها. كيف كتشوفوا يعني تنحصل على عجينه تكون خفيفه وما تكونش قاصحه. كيف كتشوفوا كنضيف الدقيق غير بشويه بشويه. هذا الفقاس كيكون يعني من ضمن الحلويات العيد اللي هو ضروري يكون متواجد، يعني كنديروا اي حلوه ضروري ما كان نديروا الفقاس، يعني معروف فقاس مغربي ضروري ما يكون كيف سبق لي ذكرت متواجد في العيد. واخا ان رمضان ما سخيناش به، يعني سبحان الله داز كيف كيقولوا داز بالزربه، يعني ما حسيناش بيه كاع سبحان الله العظيم. ولكن اش غنديروا، يعني الوقت ديالو خاصو يدوز. هنا بعد ما جمعت العجين ديالي، يعني كيكون كيف قلت يعني كيكون رطب، غادي نكورهم كيف كتشوفوا على 3، يعني كنقسمهم على 3 عفوا، وغادي نحاول انني نديرهم دي بودان بحال هكا، يعني حريبلات يكونوا ما يكونوش غلاط بزاف وما يكونوش رقاق بزاف. يعني غادي ناخذوا نفس القياس ديالهم بثلاثه، يعني 3 الكرات غادي نديرهم حريبلات، ونحاول انني نضعهم يعني نفس القياس. كيف كتشوف يعني الطريقه كيف قلت سهله وبسيطه، يعني الواحد يديرها واحد الوقت يعني تقريبا عندكم غير ساعتين في الوقت، يعني كتجمعوا ما بين الوقت ديال الطياب وكذلك ديال باش كتوجدوا طيبوا في المره الثانيه ديال هذا ديال الفقاس، حيت غتخليه يرتاح من بعد. وغادي نشوفوا المراحل الجايه ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنا، بعد ما حربلتهم غادي نوضعهم في طاوه ديال الفرن. انا الفرن هنا راني ما مشعلاش، يعني هذا هو الاسرار ديال الفقاس الا بغيتوش ما يعني ما يجيكمش دوك الشقوق من الفوق، يعني كتدخلوا هاد الحريبلات ديالكم ولا هاد لي بودان في الفرن وهو بارد، عاد كتشعلوا عليه النار، يعني تشعلوا من التحت حتى كيطيب من التحت عاد تشعلوا من الفوق. صافي هنا بعد ما حطيتهم في الطاوه ديال الفرن غادي ندهنوهم كي معروف يعني بالبيض،
غادي نحاول انني نضغط عليهم شويه ماشي بزاف، وغادي نمشيو باش ندهنهم. كناخذ هنا كيف كتشوفوا خديت اصفر بيضه مع قليل من قهوه ديال سريع الذوبان وقليل من الحليب. امكانكم الا بغيتوا يكون الخليط بني اكثر تضيفوا واحد ملعقه ديال الكاكاو المر باش يجيكم داك اللون يعني بني. انا اكتفيت غير بهذا اللون يجيني ديال البيض وديال القهوه. وبالنسبه للتزيين يعني اختياري، الا بغيتوا ديروا هاد هكا فرشيطه وكدوز هكا يعني خطوط، ولا كديروا زيكزاك، ولا تخليهم غير هكا. هنا انا الفرن غادي ندخلهم فرن بارد، وهنا بعد ما طابوا كيف كتشوفوا كيطيبوا من التحت وكنشعل عليهم ثاني من الفوق حتى كيتحمروا من الفوق. غنخليهم حتى نوضعهم في منديل كيف كتلاحظوا هنايا، وضعت منديل يكون نادي، وهنا كيف كتشوفوا راه طابوا على جهتين كتجي فيهم ديك التحمير على جهتين. صافي هنا المنديل يكون غير شويه نادي، وغادي يعني نلفهم على المنديل ونخليهم تقريبا ساعه حتى لساعتين، يعني ما نطولش عليهم. ويعني وكي غتشوفوا من بعد الطريقه غتكون سهله حتى في التقطيع. هنا بعد ما يعني هنا خليتهم ساعتين يعني حتى المنديل نشف من ديك السخونيه ديال الفقاس يعني ديال هاد لي بودان، غادي نزولهم من المنديل ونمشيو باش نقطعو نشوفوا الطريقه ديال التقطاع ديال الفقاس ديالنا. هنايا كيف كتشوفوا هنا خديت هاد كيتور، بامكانكم تاخذوا سكين ويكون ماضي. وهنا كيف كتشوفوا يعني كنقطع بسهوله، ما كيكون لا يعني تفرتيت لا والو، وضروري ما تقطعوا غير بشويه حيت الفقاس كيكون حساس جدا. كديروه يعني القياس ديال التقطاع يعني ما تكونش طريف ديال الحلوه ديال الفقاس هكا تكون غليظه، نخليوها شويه بين وبين باش طيب لينا الفران وتجينا ديك القرمشه ملي طيبوا. صافي هنا بعد ما قطعتهم هنا كيف كتشوفوا ما كيكون حتى شي تفرتيت بزاف. صافي هنا بعد اشكال انا قطعت على هذا الشكل عفوا، وغنوضعهم في طاوله الفرن طبعا باش ندخلهم من الفرن. كذلك غادي نكمل الحريبلات ديالي في التقطاع كيف كتشوفوا. وكيف سبق لي ذكرت بامكانكم تضاعفوا الكميه الى بغيتوا، كذلك ديروا حتى اللوز الا بغيتوا تنسموا باللوز. انا هنا ما نسمتش باللوز يعني خليتها فقاس اقتصادي وفي المتناول. صافي هنا غادي نقطع نكمل الفقاس ديالي ولا الحريبلات ديالي عفوا في التقطاع، ونوضعهم في الطاوه ديال الفرن اللي انا يعني مخليه سخون. غادي نشعل عليه من الفوق باش غيتحمروا من الفوق، عاوتاني نقلبهم وتحمروا من التحت كيف كتشوفوا. هنا بعد ما قطعتهم يعني ما كيكونش داك الزوائد بزاف اللي كيخرجوا من الفرن. هنا بعد ما درتهم في الفرن دخلهم الفران، وهنا بعد ما تحمروا ليا من جهتين كيتجي المنظر ديالهم رائع ولذيذ، في المذاق لذاذ وكيتقرمشوا وكيجيو يعني كيذوبوا في الفم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينول الاستحسان ديالكم، وكيف دائما الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، واللي اول مره كيزور القناه ديالي يشترك فيها ويعمل اشتراك ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد الوصفات. وكنهنئكم بالعيد ان شاء الله، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.